وجد إعلان رئاسة الجمهورية أن العام الحالي عام لإحلال السلام في جميع ربوع السودان القبول لدى الأوساط السياسية والتنفيذية والمجتمع المدني. ووصف سياسيون ومهتمون الخطوة بالمعززة للعملية السلمية في السودان لكونها ستمهد إلى إلحاق الممانعين من الحركات المسلحة الدارفورية والحركة الشعبية شمال. وقال خبراء وسياسيون إن الإعلان عن إسكات البنادق سيدفع بالجهود الإقليمية والدولية التي يقودها المجتمع الدولي وبعض الدول الجوار التي في مقدمتها تشاد ودولة جنوب السودان من أجل إحلال السلام في البلاد.